بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة بيتكلم عن المستقبل. المستقبل باستخدام be going to and the base form of the verb، يعني بنستخدم فعل be am أو is أو are زائد going to زائد الفعل في الصورة الأصلية بتاعته في البيز فورم. future be going to، على سبيل المثال I am going to work. طيب امتى بنستخدم المستقبل في بنستخدم going to للتعبير عن المستقبل؟ في عدة حالات، منها intentions عند وجود تخطيط او نية. we use be going to talk about future plans، للتحدث عن الخطط المستقبلية and intentions، والنية او التخطيط لذلك. usually the decision about the future plans، يعني عادة بنستخدمها عند وجود قرار عن شيء هنقوم به في المستقبل ان شاء الله. she is going to be a doctor، معنى ذلك انها تخطط ان شاء الله انها تكون طبيبة. او prediction، البريدكشن معناها التنبؤ، في اشياء بتدل على شيء هيحدث فانا بتنبأ عليه. على سبيل المثال حالة الطقس، في حال وجود غيوم مثلا بتوقع او اتنبأ ان الطقس هيكون في الطقس السماء غائمة فيكون في امطار. we use be going to predict something that we think is certain to happen، مثلا it is going to rain او commands يعني تعليمات او اوامر. we use be going to when we give commands or state something is obligatory. obligatory يعني الزامي. you are going to study your lesson، مثلا طالب عنده اختبار يبقى هو هيضطر او عنده تعليمات من ولي امره انه هو هيذاكر وهيدرس عشان الاختبار. تمام. طيب نشوف بعض الامثله. طبعا الصيغة الأول بنقول to be am أو is أو are زائد going to وبعدين ال base form الصيغة الأصلية للفعل للتحدث عن المستقبل. هنقرأ بعض الأمثلة. we are going to play volleyball soon، نحن سوف نلعب رياضة الفوليبول قريبا. he is going to study science next week، هو سوف يدرس العلوم الأسبوع القادم. I am going to read English book tomorrow، أنا سوف أقرأ كتاب باللغة الإنجليزية غدا إن شاء الله. We are going to visit our grandparents next Friday، نحن سوف نزور يعني جدنا وجدتنا يوم الجمعة القادم. ممكن استخدام بعض الكلمات التالية في ذلك الزمن المستقبل للتعبير عن المستقبل: tomorrow soon، tomorrow غدا، soon قريبا، next week طبعا او month او year. نتذكر ان هو بيتكون be going to وبعدين الافعال. طبعا بناخد على سبيل المثال بعض الافعال في البيس فورم زي play study read او visit. تمام، احنا قرأنا طبعا كل الجمل ديت وبعدين ننتقل بقى لايه متى نستخدم ام ومتى نستخدم ار ومتى نستخدم از. طبعا هنا عندنا السبجكت بروناونز، طبعا الجمله عاده بتكون من فاعل وفاعل واوبجكت مفعول وبعدين كلمه بتدل على المستقبل. هل ممكن كتابه كل لازم كتابه الاشياء ديت؟ احنا بنتكلم دلوقتي عن الجمله في الافيرماتيف في صيغه الاثبات. تمام، مش بنتكلم عن تكوين السؤال. والجملة بتتكون، ممكن طبعا نكتب الفيوتشر ووردز او ممكن لا. لما اقول I am going to eat breakfast soon، ممكن اقول I am going to eat breakfast، نعم، لكن احنا طبعا بنستخدم الكلمات علشان نعرف. طيب يبقى I am، you او we او they نستخدم معهم are طبعا والجمع. he او she او it third person، ممكن طبعا نستخدم مكانها الاسماء، ممكن نقول my brother my dad my mom، ممكن نقول اسم الشخص نفسه لكن لازم يكون مفرد
تمام، كات رات. طيب نستخدم معاهم از، يبقى نقول I am going to eat breakfast. You are going to study Arabic tomorrow. We are going to have a great vacation tomorrow. They are going to visit their grandparents every Friday. يبقى هما طبعا عندنا كلمة every Friday تستخدم في بتقول كل يوم جمعة، لكن ده بتخطيط ان هو يحصل في المستقبل ان شاء الله. ما استخدمتش هنا next Friday وقلت every Friday، لانها كلمات مش ملزمة، يعني ممكن نستخدمها وممكن لا، وممكن طبعا في كلمات اخرى كثيرة بتدل على بنستخدمها في الفيوتشر في المستقبل. He is going to travel soon. هو سوف يسافر قريبا. She is going to cook dinner this night. هي سوف تقوم بطهي العشاء او اعداد العشاء this night. احنا مش بنترجم طبعا ترجمة حرفية، طبيعي ان احنا لما نتعلم لغة انجليزية نعرف ان احنا بنترجم حسب المعنى. It's going to sleep after doing طبعا هنا في بس في خطأ هنا عندنا it's going to sleep، لان كنت كتبت مثال اخر وغيرته. It's going to sleep هنا it، لان هنا بتعود على ايه، على مفرد غير عاقل. It's going to sleep. It's going to run. It's going to eat. It's going to drink. ممكن نقول مكانها cat او dog او اي اسم او طبعا اي شيء يكون غير عاقل مفرد طبعا. لو جمع نستخدم they، لان في بعض الناس بتستخدم مع الجمع. لو قلنا مثلا cats بيقول ان ده cats ده غير cats ده غير عاقل، يبقى استخدم مع is. لا، لو جمع بنستخدم مع are، اقول cats are، كان بنستخدم طبعا معها ضمير they. اوكي، يبقى المفرد بنستخدم مع is والجمع بنستخدم مع they. طيب نشوف بعض الامثله. Finish the following sentences. عادل visit tomorrow. نشوف هنقول هنا ايه. My brothers play basketball this weekend. We go to the cinema next Sunday. My friends study for the exam next week. أصدقائي يذاكروا أو يدرسوا عشان عندهم اختبار الأسبوع القادم. Summer help her mom. طبعا عندنا خطأ بس هنا summer، لأن summer مؤنث هنستخدم معها ضمير her. My cousins watch a movie at the weekend. طيب نشوف بعض ازاي، طبعا قبل ما نعرض الاجابات او بدون حتى عرض الاجابات نتوقع ازاي هنحل. هنقول عادل، عادل مفرد، هنقول عادل is going to visit. عادل is going to visit his مثلا his friend tomorrow. My brother، الجملة هنا طبعا غير كاملة واحنا بنكملها، ممكن نكملها object مفعول، وممكن نكملها بايه، ممكن نكملها حسب طبعا ايه، حسب معنى الايه الجمله. هنقول عادل is going to visit his uncle tomorrow. طيب my brothers هنا جمع، هنقول ايه my brothers are going to play basketball this weekend. طيب we هنستخدم مع we am او is او are، هنستخدم مع we are طبعا، هنقول we are going to go to the cinema next Sunday. طيب my friends مفرد ولا جمع؟ جمع، يبقى نقول my friends are going to study for the exam next week. طيب summer اسم مؤنث مفرد، يبقى هنستخدم معها فعلا، هنستخدم معها is، هنقول summer is going to help her mom. طبعا هنا عندنا خطأ الضمير، اوكي البوسيسيف برناون هنا هنقول ايه her mom. cook food. تمام. طيب نقول معلومه سريعه كده، ان هنا هنستخدم كوك هنا في البيس فورم، برضو هنستخدم كوك هنا في البيس فورم بعد هيلب. My cousins جمع، هنقول my cousins are going to watch a movie at the weekends. يبقى احنا عرفنا بشكل سريع ان المفرد بياخد is والجمع بياخد are واي بتاخد am، وعرفنا بسرعه كمان ان going to تستخدم للمستقبل، وعرفنا الحالات اللي بنستخدم فيها going to. تمام، الانتنشن والبريدكشن والكومنتس. تمام، بشكركم ونلتقي ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله، والى اللقاء.